أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ترديد القرآن في الصدر من دون تلفظ به يعتبر قراءة له؟ وهل يجوز أن يفعل هذا في الحمام أو في حال الجنابة؟ لا، لا يعتبر تلاوة. التلاوة لا بد من التلفظ، ولا بد يسمع نفسه، لا بد من صوت يسمع به نفسه، هذه التلاوة. أما ما يكون في النفس أو في القلب هذا لا يعتبر تلاوة، وإنما يعتبر تذكرا، يتذكر القرآن فقط بقلبه، لا مانع ولو كان في الحمام أن يتذكره في قلبه. نعم.